متابعي تونس الرقميه تونيزي نوميريك، عسلامه ومرحبا بكم. تتواصل لقاءاتنا مع المرشحين للانتخابات الرئاسيه 2019. ضيفنا اليوم باش يكون الاستاذ الصحفي الكاتب والاعلامي والمترشح للانتخابات الرئاسيه القادمه السيد صافي سعيد. سي صافي عسلامه ومرحبا بك في تونيزي نوميريك وتونس الرقميه. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم في تونس الرقميه. سابقا استقبلناكم قبل عده اسابيع. جيد، مرحبا بكم مرة أخرى. سي صافي، باش يكون حوار معك بمناسبة ترشحك للانتخابات الرئاسية، وكنت ما بين في القائمة اللي تضم 26 مرشح نهائية اللي أعلنت عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية. في البداية نبدأ بالحدث اللي أثار ضجة البارح، وهو إعلان يوسف الشاهد رئيس الحكومة ومرشح بدوره للانتخابات الرئاسية القادمة عن تخليه على الجنسية الثانية. تعليقك سي صافي على الحدث هذا. مرحبا، شكرا على هذا السؤال، على انه هذا سؤال الحدث. في الواقع ان السيد يوسف الشاهد ما دام يعني وجد من الحماس او من الشجاعه ان يكشف عن جنسيته الاجنبيه ويتخلى عنها، كان الاحرى ايضا ان يتخلى عن رئاسه الحكومه. هو خرج يتكلم قال انا ساترشح ولن اتخلى عن رئاسه الحكومه، واعتبر هذاك مثل هذا الكلام كما تحدي لاراده الشعب ولخيارات الشعب، وتحدي ايضا حتى للديمقراطيه واعرافها. عندنا وزير دفاع اراد ان يترشح استقال، كان على يوسف شاهد ان يستقيل لكن لم يستقل. طيب، لماذا يكشف الآن عن جنسيته الأجنبية؟ أنا عندي 9 سنوات أندد بمن يحملون الجنسيات الأجنبية، وكنت أواجه بالرد وبالعنف وبالسخرية ولا غير ذلك. اليوم يتساقطون ويتعرون ويكشفون عن دناءاتهم وورطاتهم. كيف لرئيس حكومة يحكم تونس 3 سنوات وهو يحمل جنسية فرنسية ولا يكشف عنها؟ وكنت أعرف أنا ذلك وترددت في كشف بعض الناس كشفتهم وجبت جنسياتهم ونشرتها. هو كنت أتردد وكنت متأكد لأني كنت أخاف منه بصراحة. اليوم هو يكشف. أنا في قبل 2 أو 3 شهور صادفا جلست مع السيد مهدي جبعة وعرض علي التعاون وربما حتى الانضمام إلى حزبه البديل، وقلت له يا سيد مهدي، وكان أمامي شهود من بينهم مثلا وزير الخارجية السابق سيد منجي الحامدي، قلت له لماذا لا تجمع بعض المساندين لك وتقف على منصة كرجل شجاع ورجل جديد ومترشح لقيادة هذه البلاد وتتخلى عن جنسيتك الأجنبية وتعد الشعب باسترجاع الثروات وبمراجعة العقود التي اتهمت بها واتهمت بتدويرها وتجديدها. قال أنا مستعد أن أفعل ذلك، لكنه لم يفعل. وقلت له لو تفعل ذلك أنا سأكون أول المساندين لك وأول الواقفين لجنبك. وعد ولكنه لم يفعل، وذهب للاستديوهات ليتحدث عن مثل هذا الموضوع قال كلام غامض. اليوم ليس يوسف شاهد فقط يحمل الجنسية الأجنبية، وليس المهدي جمعة فقط، كثيرين مترشحين للرئاسة وكثيرين أيضا حكموا تونس كحكام كرؤساء وكرؤساء حكومات وكبرلمانيين وكرئيس برلمان سابق أيضا بدون ما نذكر الأسماء. احنا شو يعني، احنا يديرنا يعني مجموعات حاملي جنسيات مزدوجة أجانب انتماءاتهم غير معروفة وين، يتحدثون عن تونس كما لو أنها غنيمة أو قطعة، وهم يزايدون بالوطنية ويزايدون بالكذا وبالكلام الحلو والناعم ولا غير ذلك، لكنهم لا ينتمون إلى تونس. الرئيس والقائد في أي بلد يجب أن يكون تونسي 100% وعن أبوه وأمه كمان، كما ينص دستور 59. دستور 59 ودساتير العالم كلها تنص على هذا البلد وتشدد. احنا باب مفتوح ترشحات، كل واحد يستطيع ان يدخل اليها، كل واحد.
من الأجانب للكذا للحامل الجنسيات، للذين لا مؤهلات لهم، للذين للمتهربين عن الضرائب، للمتهربين عن العقوبات وعن الكذا، يعني والمتهمين بقضايا والهاربين و و و و شو هذا؟ هذا مسرح، هذا مسرح. شكون اللي عملوا المسرح؟ عملوا صف سيد، عملوا شعب، عملته هالمجموعات اللي تحكم، المجموعات اللي تحكم لأنه ما عندهاش انتماء، ما عندهاش وضوح، ما عندهاش رؤية تنقصها الوطنية. الوطنية عندهم سلعة تباع وتشترى، وهذا نراه في البرلمان ونراه في الحكومات ونراه في الأحزاب ونراه في الشارع. جينا منظمات أجنبية لا نعرفها ولا نعرف هويتها تستولي على عقل الشعب التونسي لمدة أسبوعين أو ثلاث حتى احنا نستفيق من الصدمة. ونقولوا كذا، يجيبوا لك شعارات عيش تونسي وهو أجنبي. تعيش انت؟ مش انت اللي باش تعلمني كيف انا اعيش تونسي، وانا اعرف كيف اعيش تونسي، وانا اعيش في تونس وانا اعيش تونسيا. مش انت جاي من برا باش تعلمني كيف انا ساعيش او على اي طريقة ساعيش. فهمت؟ انا الحقيقة قد يصدر مني بعض الغضب خاصة الان، لانه في حنق عند الشعب التونسي انه كيفاش انه يحكمهم رئيس حكومة ما يعرفوش من هو. كيف 3 سنوات وقبله المهدي جمعة وقبله هذا راه خطير. رانا انا كي نقول على الجنسية، رانا عندنا مشاكل في العالم وصارت بسبب هذه الاشياء، والدول كلها نقحت دساتيرها، والدول كلها منعت لحاملي الجنسيات الاجنبية بما فيها كندا اللي هي بلد الأجانب، وبما فيها أستراليا اللي هي بلد الأجانب. يعني احنا أنا دائما أتذكر عندي فيديو صغير للرئيس أحمد شيكوتوري، رئيس غينيا. رئيس أحمد شيكوتوري رئيس غينيا يتحدث مع في حوار صحفي، جايته الصحافة الفرنسية تقول له فلان وفلان وفلان موجودين في السجن، وهؤلاء يحملون الجنسية الفرنسية، هؤلاء فرنسيين. حمد سكتوري خرج من عقل، قال لهم هل داوود بدارو عندكم مواطنين يسموهم داوود بدارو؟ عندكم مواطنين اسمهم الشيخ أحمد؟ هذه ليست أسماء فرنسية، هذه أسماء غينية. قال لهم هذا أحد الأشخاص الموجودين في السجن، هو ابن عمي. انت تيجي تقول لي تو فرنساوي، تعطيه جنسيه فرنسويه وتبعته يخرب في البلاد او يحكم في البلاد، وعندما يخطا ويدخل الى السجن تصبح فرنسا مطالبه به، ويصبح انا قضيه، ويصبح قضيه راي عام، وتصبح تدخلات اجنبيه. هذا ما معنى الجنسيه الاجنبيه. انا احمل جنسيه فرنسيه، عندما ادخل في خلاف مع فرنسا، مع من ساقف وانا رئيس جمهوريه؟ مع من ساقف؟ ساقف مع تونس او مع فرنسا؟ الجنسية الفرنسية مش لعبة أو غيرها. راك أنت حال في اليمين وعندك الولاء، وقد تكون حتى خدمت في الجيش عندهم وإلى غير ذلك. وأنت أيضا تتضر، أنت يوسف الشاهد رئيس حكومة، معناتها تأخذ مرتب رئيس حكومة تدفع ضريبة للدولة الفرنسية، لأن الدولة الفرنسية مادام ما تخليتش على الجنسية متاعها أنت لازلت مطالب بدفع الضريبة. معناتها أنت تأخذ في تونس من الصندوق التونسي لكي تدفع إلى الصندوق الفرنسي، فقدت هذه الضريبة. هذا شو معناتها الجنسية؟ احنا في 1860 ثرواتنا كلها هربت لبرا، 1860 ثرى تونس على الإفلاس، ثرواتها شكون اللي هربوها؟ هربوها 4-5 حاملي الجنسيات الفرنسية والبريطانية والمالطية. كان في نظام القنصليات هنا يمنحوك الجنسية مشان يحموك وانت تحكم، 3-4 وزراء. بعث الباي، ارسل الباي كوميسيون يسموها بقيادة جنرال وطني اسمه الجنرال زرو لفرنسا، بقوا 4 سنوات يبحثوا كيفاش يسترجعوا بعض الأموال أو يسترجعوا على الأقل بعض السراق، لم يتمكنوا من ذلك. قالت لهم فرنسا هؤلاء فرنسيون يحملون الجنسية الفرنسية، متى ذلك؟ سأل، قالوا له هذا شأنهم وشأننا، أخذوا الجنسية وكانوا مخبئينها على الباي وعلى كذا. الجنسية رأي الأجنبية رأي خطيرة جداً، رأي الدساتير تنص على أن الأم والأب بيكونوا أبناء البلد اللي هو مترشح فيها، قانون فرنسي هكذا ينص. ساركوزي لم يترشح إلا عندما تأكد أن أبوه مولود في فرنسا،
في 1917 او 18 فهمت؟ لبتك احنا نتذكر الحريري رئيس حكومه لبنان، حريري رئيس حكومه لبنان عندما ذهب الى السعوديه وارغم على الاستقاله واخذ على التحقيق وجرد من امكانياته وتقريبا سجن او وضع في المنفى او في المنتظر يعني فهمت؟ ليش؟ لانه كان عنده الجنسيه السعوديه. ولا ما كانت السعوديه تتصرف معه هكذا، على الاقل ما تخليش يدخل، على الاقل تغضب منه، على الاقل يعني يستقبلوا استقبال سيء، يعطوا رساله كذا انت راه غير مرغوب فيك. اما لانه السعودي عملوا فيه كل شيء وبعد ما اهانوه اطلقوا سراحه. الجنسيه رئيس قائد وزير نائب رئيس برلمان رئيس حكومه رئيس يعملوا الجنسيه الاجنبيه، هذونا بالنسبه لي انا وسامحوني في كل شيء هم خونه، لا وطنيين، لا وطنيين، لا يعملون لصالح تونس ولا يستطيعون حتى ولو كانت عندهم النوايا الطيبه، لا يستطيعون ان يعملوا لصالح تونس، لا يستطيعون هكذا وببساطه ومجربه. الجزائر حصنت دستورها قبل فتره، أنا أقول لك أستراليا صلحت دستورها قبل فترة، قبل عام تقريبا. يا إحنا لا نتعلم من العالم، لا نتعلم إلا ما هكا نقبض على السارق في آخر الليل أو نقبض على كذا في فراش السلطة. هذا اللي يصير لنا. علاش صافي سعيد كي يحكي في الموضوع هذايا يجي يقول فلان وفلان يحمل جنسيه فرنسويه والاخر يحمل جنسيه كذا ويحمل كذا، تصير عليه الهجومات. من هذه الهجومات؟ من هؤلاء ومن جماعات هؤلاء ومن لوبيات هؤلاء ومن المتمعشين والسراق تبع هؤلاء. استاذ صافي، وانت تتحدث عن يوسف الشاهد هو احد المرشحين لمنصب رئاسه الجمهوريه، البعض في تونس يعتبر هذا المنصب فقد هيبته خاصة بعد الثورة، ما هو تعليقك على هذه المسألة؟ من الذي فقد، شو المنصب اللي فقد هيبته؟ منصب رئيس الجمهورية في تونس فقد هيبته بعد الثورة. لا، لم يفقد، ورئيس الجمهورية سيبقى منصب مقدر وهو المحرك الأساسي خاصة في بلد مثل تونس، وحين نظامنا لا نقول عليه لا برلماني ولا رئاسي، لكن أنا أعتقد أنه هو شبه برلماني رئاسي، مش شبه برلماني شبه رئاسي. برلمان رئاسي ربما ما فيش النزعة الاستبدادية اللي في الرئيس في 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 في, في الرؤساء الآخرين في منصب الرئيس في فترات سابقة، لأنه في تونس أو في غير تونس أو في أفريقيا أو في العالم الثالث ثم استبداد، ثم انحراف، ثم غواية متاع السلطة. مرات الدستور يكون جيد كي تقرا الدساتير كلها جيده، لانه اللي ينشر الدستور مش نشره لمرته، باش يقرا العالم كله، وبالتالي يحرص على ان يكون دستور جيد، لكن تطبيقه او تطبيقاته هي اللي تعمل انحرافات وتعمل غوايات ومساوبات وكذا. احنا منصب رئيس الجمهوريه انا اعتقد انه كامل الاوصاف في الدستور، ويستطيع ان يحكم بسعه وامامه أدوات كثيرة وأمامه محاور كثيرة وأمامه فعاليات كثيرة، ويستطيع أن يتدخل في الصغير والكبير، وشاهدنا رؤساء تدخلوا لكن تدخلوا في أشياء مرات لا تعنيهم أو أشياء سخيفة أو أشياء مؤقتة أو أشياء لمساومات انتخابية أو كذا، لم يتدخلوا في العمق، لم يحركوا هذه التربة، لم يغيروا، لم يزرعوا الغابات، لم يقيموا الطرقات أو الجامعات أو المستشفيات. رؤسانا الرئيس الأول المؤقت كان تقريبا مسجون أو أسير في قصر كارتاج، وقلنا هذا الكلام لا نقوله الآن، أنا صافي سعيد لا يقول الآن، هذا الكلام قلته وكررته، وأنا أصبح كل ما نقوله يعني نقول أنا نكرر في نفسي صرت قلناه. والرئيس الثاني كان أيضا أسير فكرة السيد الباجي قائد السبسي الله يرحمه، مرة أولى وثانية وثالثة هو لم يكن لديه أي برنامج للرئاسة أو لتغيير هذه تونس أو لتونس، كان عنده برنامج وحيد أن يصل إلى الرئاسة أن يموت رئيسا، وقد تحقق له هذا البرنامج أو هذه الأمنية. هم مش نقص في الصلاحيات، نقص في الاستعدادات، نقص في الشخصية،
نقص في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في يعني في يعني في المواجهة مع المشاكل، مع الصعوبات، مع الناس، مع القضايا، مع الملفات المعقدة. كل الملفات تركت جنبها، أصبح قصر قرطاج عبارة عن يعني خلايا، كل خلية تخدم في أجندة معينة. عرفنا احنا السيد الباجي قاسمسي كيف تخلى عنه الجميع، فهمت؟ تخلى عنه الجميع. يعني عندما مات السيد الباجي قاسمسي لم يكن معه أي أحد في القصر فيما عدا اثنين، مش ضروري نذكر أسمهم، الأخرين كلهم تخلوا، أحزاب تخلت، حزب نفسه هجر، المستشارين تخلوا، اللي داروا به في البداية يعني الحزام الأول، الحزام الثاني، الثالث، تخلوا عليه كله. وكانوا أيضا من النفاق متاع هذه النخبة التونسية، مش الشعب توجع وترحم على الباجي وبحب وبصدق، لكن هذه النخب المنافقة كانوا يحذرونه كيفاش يجيبونه عاد المنفذ ويخرجوه من القصر. عندما توفي هم مش تأسفوا على الباجي، هم فرحوا لأن الباجي غاب وتوفي. هذه النخب المنافقة كلهم من وزرائهم ومن أحزابهم ومن الدائرين به والمحيطين به ومن مستشاريه، وكلهم الوحيد اللي كان صادق معه هو الجيش التونسي. الجيش التونسي باعتباره رئيس القوات المسلحة، وباعتبار الجيش شرف أن يحمي الوطن ويحمي الرئيس اللي ضامن الرسول، ضامن الدستور. وهذه مهمات الجيش العظيمة، وهذه الجيوش عندما تقف في اللحظات الحاسمة. ولولا الجيش التونسي ولولا القوات المسلحة اللي هي نظمت كل شيء بالتفاصيل، راهو دخلنا في فوضى أخرى، وفوضى الانتقال، وفوضى كذا وفوضى كذا. تعتبر أن هذه النخب استغلت وفاة الباجي قايد السبسي لصالحها السيد الصافي؟ هما كل واحد حاول يستغلها بطريقة، ومن بين ما حاولوا يستغلوها أنه حاولوا يزجوا بينا في انتخابات سريعة ومكهربة، انتخابات يعني فاست فود، يعني انتخابات شو يسموها هذه كوكوت منيت، فهمت؟ هيك كلهم مستعجلين. وبعدين ثم ناس تضرروا، ثم ناس انتفعوا، ثم ناس يحبوا يقلبوا المسائل اللي تكون لصالحهم، لأنه ما كانش يساعدهم أنه انتخابات رئاسية قبل تشريعية، ولأنه ما كانش يساعدهم لا هذا ولا دمجوها في بعض. وعندما دمجت أصبحت أيضا أصعب من الصعوبة. يعني لماذا إحنا أمورنا البسيطة نعقدها؟ إحنا هالنخبة التونسية هي لماذا تبحث عن تعقيد؟ لأنها مورطة في ملفات وفي مساوئ وفي أخطاء، ودائما بالتعقيد يربحون الوقت ويشتتون العقل الجماعي ويربحونهم في الأخير، لأن كل شغلهم في الظلام وفي الليل وبالمساومات الليلية. هذا ليش هم يحبون التعقيد؟ في أسهل من تونس. تونس مجتمع بسيط غير مركب. التونسي المجتمع التونسي مجتمع منبسط غير مركب. صح عندنا فقر وعندنا أغنياء، عندنا صراع طبقات، لما لا؟ لكن ما عندناش عنا صراع إثني وصراع ديني وصراع مناطقي وصراع جهوي وصراع كذا، ما عندناش. وحتى الصراعات الحدودية ما عندناش صراعات حدودية احنا مع جيراننا، وحتى جيراننا هم إخوتنا، هم شقانا، احنا ما عندناش مشاكل. احنا الدولة يعني فعلا هي إذا كانت جيل الأمم المتحدة تحب تعمل درس لطلاب العلوم السياسية يقدمون تونس كدرس بسيط الأول قبل التعقيد والتركيب لكي تنجح فيها التنمية وتنجح فيها الديمقراطية. ومع ذلك نحن نعقد ونحب التعقيدات، والتعقيدات هذه مقصودة لأنه هدايا هو التشتيت وتفكيك العقل الجماعي متاع هذا المواطن البسيط الذي لا ينتظر منهم كثير في الواقع، إنما ينتظر منهم فقط الفسحة والقانون والقضاء النزيه والتنمية الوطنية، وينتظر منهم، وهذا كله يحقق لهم كرامتهم. هذا مفقود مع الأسف. النظام السياسي الحالي في تونس يقلص أو يحد نسبيا من الصلاحيات التي يمنحها لمنصب لرئيس الجمهورية، هل أنت مع أو ضد تغييره أو تعديله؟ شوف، أنا لا أعدل
ولو غير. ثم أنه منصب كما قلت لك منصب رئيس الجمهورية كامل الأوصاف. أنا كثير من المرات نقول ما يقول الصلاحيات اللي عند رئيس الجمهورية التونسية حسب الدستور الجديد هي صلاحيات ملك، إنما هات الرجال، هات الرجال، أنت عربة جيدة، إذا ما عندكش أحسن جيدين كيف يجروه من لا تصلح لشيء. فمثال يعني أنت عندك صلاحيات وصلاحيات فائض من الصلاحيات، وأنا نجم نعددهم لكل الناس يعرفوه وحكينا فيهم، وكلمة الأمن القومي تغطي على كل شيء، وكلمة النظام للدستور تغطي على كل شيء وتمنحه كل الصلاحيات. ما معنى ضامن للدستور؟ الدستور بما على ماذا ينص؟ هو ضامن على كتاب ولا على ورقة ولا على 20 صفحة؟ هو ضامن لمحتويات الدستور. الدستور على ماذا ينص؟ ينص مثلا على حق العيش، على حرية التعبير مثلا، على الأكل والشرب، على الماء والكهرباء، على السفر، على التنقل، على الحريات الشخصية، على الملكيات، على هكا ولا. الدستور فيه فصل من هذه الأشياء، هو ضامنها الرئيس. إذن هو يتدخل عندما يقع انحراف في مفهوم الملكية أو في التعدي على الملكية باعتبارها شيء مقدس، أو يتعدى أو يتعدون على حرية التعبير، أو 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 الرئيس يتدخل. في الأمن القومي عنده كل الأجهزة تحته، عنده الداخلية والخارجية والجيش، وعنده حتى وزير التعليم والصحة وكذا، كل المجالات هذه تتعلق بالأمن القومي، والرئيس هو رئيسها. لماذا نقول لأنه كذا؟ إنما إن الناس يقللون ويسخرون لأنه شافوا. أنا من الحملة 2014 كنت نقول هذا عاجز وهذا عجوز، أنا الآن هني كنت أقول هك، ولكن هم هك جربوا العاجز والعجوز ما عطوش نتيجة. تجربوا واحدة، وجربوا واحد آخر مستقل، جربوا واحد آخر يفهمكم، جربوا واحد آخر يعرف الخطوط العريضة، جربوا واحد آخر عنده شوية تفكير استراتيجي، جربوا واحد آخر خارج هذا الطاقم، خارج هذا الطاقم. يا أخي نقول نحكوا أنا في طاقم واحد منذ 65 عام على منوال واحد، لماذا لا نجرب؟ لماذا نخاف؟ ما هو الفترة الانتقالية؟ هي فترة تجريب بالأساس. يقع احنا فاهمين الفترة الانتقالية، فترة انتقالية تجريب. احنا الدستور هنا جربنا 5-7 سنوات، جاوبنا على سؤالك وغير لو وغير، جربنا كل شيء نجربوه. تبني بيت كي تسكن فيه تكتشف عيوبه وبعدين تبدأ تصلح. نصلح كل شيء قابل للتصليح، لا يمكن يعني بمعنى لا شيء غير قابل للتعويض، لا شيء غير قابل للتعويض. كل الناس يعوضون. فهمت؟ يعني ما تقوليش انه هذا اذا مشى انتهت الحياه، ولا هذا اذا تغير انه الحياه انتهت. لا، شو الدستور؟ ما هو الدستور 59 كان مقدس في نظر اصحابه. الدستور اليوم، ما هو الدستور هذا بعد 30-40 عام سنكتشف فيه كثير ثغرات، وسنضطر اي واحد سيضطر، اي واحد صادق مع حركه الحياه ومع الحياه باش يضطر لطلب تغييره، لكن مش هو يغير. احنا ما عندناش سلطة عسكرية ولا مجلس عسكري ولا الرئيس عنده هذا الشيء، هو باش يطلب استفتاء شعبي. لماذا أبعدوا الاستفتاء على الدستور التونسي؟ دي هو أنا في 2011 و12 قبل ما ينص على الدستور كنت أقول راهي لا دستور يمضي إلى أن يصبح شرعي ويصبح معترف به ويصبح كذا إلا باستفتاء شعبي. أبعدوا الاستفتاء، لأنه الدستور التونسي اللي كتبوه شكروه وزينوه وقدموه، فهمت؟ وقالوا أحسن دستور في العالم، أحسن دستور في العالم. يمكن يرشح لك أي واحد، يرشح لك كونغولي، يرشح لك إسرائيلي، يرشح لك فرنساوي، يرشح لك أي واحد. تترشح أنت داخل السجن، خارج من السجن تدفع ضريبة، ما تدفعش ضريبة، تترشح أنت عجوز، أنت مريض بدون ملف صحي، بدون أي شيء. يا أخي المرشحين للمناصب هذه الملف الصحي أولا، وهذه قوانين العالم كله، ويتفضلوا يشوفوها. ما هم يورونا أنهم قارين وعاملين دكتوراه ويأخذوا 20,000 دولار برا، خليك أخذ 20,000 دولار، ليه تعب في روحك في 4,000 دينار هنا؟ ليش؟ وانت البلاد ما تفهمهاش تتهجى فيه، وانت الشيء اللي يعطوه لك تغور عليه وترده متاعك،
وحتى الوزير يستقيل الضم وزارته لإلك. لماذا هذا كله؟ ولذلك الدستور راهو ثم استفتاء، ثم آليات ديمقراطية. راهو التخلي عن بند في الدستور لا يعني التخلي عن الديمقراطية، لا بالعكس، تخصيب وإثراء وتطوير للديمقراطية عبر الاستفتاء الشعبي. مرات البرلمان ما يصلحش، يعني ما يوصلش للنتيجة، ما يحسمش، يدخل في مساومات، المساومات هذه لا يعرفها الشعب ولا يعرف مآلاتها ولا يعرف تعقيداتها ولا يعرف تركيباتها كيف رقبت من الداخل. فعلى الشعب أن هو يستفتى، هذا مصيره، هذا مصيره. الدستور راهو مش باش يحكم به راشد الغنوشي ولا صافي سعيد ولا فلان، الدستور راهو باش هو هو أداة قوية في يد الشعب وضمانة قوية في يد الشعب لكي يكافح بها. يعني كل واحد متهور، كل واحد غير وطني، وكل واحد يتلاعب، أو كل واحد عنده إغواء استبدادي. الدستور راهو للشعب وليس لهذه النخب. واضح. أستاذ صافي، أنت من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، من هي الأحزاب أو الأطراف السياسية التي دعمت ترشحك لهذا المنصب؟ أنا عندي برشا أصدقاء وعندي كثير يعني من المجموعات الصديقة الناشطة سياسيا. عندي حركة الشعب على رأس حركة الشعب يدعموني واقفين معنا، واعتقد أنه حركة الشعب حزب يعني متواجد ورصين ولم يدخل في هذه الألعاب المقيتة سواء في البرلمان أو خارج البرلمان، وهو حزب مناضل وفعلا عنده رؤية. يعني نلتقي في كثير من الحاجات مع بعضنا، وهم يرون أني أنا ممكن نكون يعني أنه ممكن أن يقدم لي الدعم وهذا الدعم يستثمر ولا كذا. وأنا أرى فيهم أيضا مجموعة أو فريق أو فصيل صحيح حزبي لكن مناضل ومن طراز آخر، لا عنده مزايدات ولا عنده أوهام ولا يتلاعب على شواطئ بعيدة. هو فصيل وطني عربي أصيل. وعندنا أيضا اتحاد الوطني للمستقلين، وهذا يضم كثير من الناشطين السياسيين وحدوا أنفسهم تحت الاتحاد الوطني للمستقلين، عندهم قوائم في كل الجمهورية وعندهم كثير من القوائم وهم ناشطين. وفعلا أنت تعرفوني أني أنا دائما أنادي بالاستقلالية، وأنا هؤلاء المستقلين يعني تكلمت عنهم كثير ودعوت لهم كثير ودعوت إلى اتحادهم وإلى كذا، وهم الآن ربما شافوني يعني أنا متكلم باسمهم قبل أن يتحدوا هؤلاء المستقلين. هذا المستقلين أيضا وعندنا مجموعات أخرى، وما زلنا نتفاوض مع مجموعات أخرى وكثير من الشخصيات، وسيعلم في حينه. وعلى حال هذا الموضوع خليه مازال يتفاعل. يعني ننتظر بعض أنه تدعمك بعض الأطراف والأحزاب السياسية القادمة في المستقبل، يعني يتم الإعلان عن ذلك. ما سمعتش سؤال. من المنتظر أنه يتم الإعلان عن ممكن 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 حسب ال واضح. السؤال الموالي صافي سعيد، كيف تقيم الدبلوماسية التونسية قبل الثورة وبعدها؟ في البداية نبدأ قبل الثورة. أنا هذا الموضوع، أنا متخصص علاقات دولية ومستقبليات، وأدعي على الأقل أني أفهم في المواضيع هذه، ولكن ليس في كل مرة أو في كل حوار صحفي باش نتعرض أنا للدبلوماسية التونسية أو لتاريخها أو لنشاطاتها أو هي فاشلة أو ناجحة أو نحكم عليها أو كذا. أنا بعبارة واضحة ومستعجلة وجامعة أنه الدبلوماسية التونسية غائبة تقريبا، ما عندناش دبلوماسية. احنا نشوف رواحنا وين غايبين، هاي المسارح القريبة منا احنا غايبين فيها، احنا في فريق غير متواجدين. احنا حتى في اوروبا متواجدين راهو بحكمك العلاقة التاريخية هذه، انه ما زلنا ما تفطمناش، الفطام لم نبلغ له الان، ما زلنا فاتحين فامنا على نحكي على النخب، على صدر الام الحنون
فرنسا وبروكسل. ما زلنا احنا لم نبلغ الفطام. عندما نبلغ الفطام ونصبح بالغين ونبدأ نبحث على فضاءاتنا ونعرف من هم جيراننا ومن هم أصدقائنا وما هي أسواقنا ومن هم يعني شركانا وكيف نقيم جسور أخرى جديدة واقتصاد آخر جديد وشركاء آخرين جديد، يعني وقتها سنبلغ الفطام وتبدأ عنا دبلوماسية، تبدأ عنا دبلوماسية جديدة ونابضة. الدبلوماسية هذه راهي راهو احنا مازلنا غالطين، لأنه الدبلوماسية نحسيبوها كرافاتة وكلمة حلوة وهدية صغيرة ومعها بيان غامض ومعها رسالة شكر ومعها زيارة هكا متاع مجاملة ومعها كذا. مش هذيك الدبلوماسية. الدبلوماسية هي حروب، وحروب يتم معنى ولكنها حروب ناعمة. هي التجارة وهي الثقافة وهي المعلومة، المعلومة وهي أجهزة المخابرات التحتية، هي أجهزة المخابرات المضادة للمخابرات لحماية الأمن القومي، هي كل شيء، هي إقامة الجسور، هي فتح الأسواق. هذه الدبلوماسية. احنا هذا مازلنا ما شفناش، هنا غايبين. احنا في الجزائر لا نعرف ماذا يحصل. الجزائر بلد متحرك عنده 4-5 شهور، وهي في ليبيا بلد يحترق، لا نعرف احنا مع من وكيف، وكيف المشكلة هذه كيف ستحل؟ هل ستحل على حسابنا؟ هل احنا بأي مقدار؟ احنا مع من؟ ضد من؟ ما هي إشكاليات كثيرة مطروحة لنا. وين احنا؟ موجودين في أفريقيا؟ احنا موجودين في آسيا؟ احنا في دول مهمة جدا ما عندناش فيها سفارات، ولا هي عندها سفارات عندنا. ولذلك لا تحكي لي على الدبلوماسية التونسية، يعني أنا أعتقد هذا من مجلة الرئيس، على أي رئيس أن يأتي جديد هو أن يمسك هذا الملف، وأول الملفات عليه أن يمسكه لإقامة جسور جيوبوليتيك جديدة لهذه تونس، للدبلوماسية التونسية. رمش موظف أمضى 30 عام في سفارة السنغال وجاء هنا وبدأ بعثوه قنصل وبعثوه كذا وظفوه وتعلم، مش هذه الدبلوماسية. الدبلوماسية علوم واختراقات وصراعات وكسب ثقة وكسب أسواق وحروب داخلية وسرية بين الأجهزة وبين الدول، وهذه هي الدبلوماسية في العالم كله، والناس كل يفهموها هك. احنا شو الدبلوماسية هك؟ تشوفوا السفير الفرنسي كيفاش مخترق الشعب التونسي كله. هذاك جزء وجه من وجوه الدبلوماسية الفرنسية. عندهم ناس أخرين، عندهم مجموعات أخرين، وعندهم ضباط أخرين، وعندهم طائرات، وعندهم درون، وعندهم ناس موظفين كبار يمدوهم بالمعلومات وبكذا، عندهم حقول النفط يفهموها ويعرفوها وأسرارها وخرائطها الجيولوجية وكل شيء. هذه الدول كيف تشتغل؟ احنا حقولنا لا نعرفها، فكيف سنعرف الحقول الأخرى؟ أستاذ صافي، منذ أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، لاحظنا العديد من الترشحات الفلكلورية لهذا المنصب، حتى أن عدد المرشحين فاق 98 مرشح. تعليقك على هذا الأمر حسب رأيك ما هو السبب؟ أنا شوف، ما عنديش إشكال، لأنه هو عبارة عن مهرجان. أولا في جانب، فعلا في جانب تنظيمي، هو الناس اللي مسيطرين على السلطة وعلى التنظيم وعلى كذا، هم أرادوا ذلك الباب يكون مفتوح للجميع لكي هم أيضا يزفوا مع الجميع. لأنه كما نقول لك، لو واحد يطلبوه أنت تمشي تكون موظف باش تتوظف في شركة ولا في الشرطة ولا في أي مكان، يطلب عليك بطاقة عدد 3، موظف بسيط تتعدي تحب تطلب بطاقة تعريف يطلب عليك بطاقة عدد 3. هنا انت مرش على رئيس الجمهورية اللي يطلبوك في بطاقة عدد 3، ولا في بطاقة صحية، ولا في بطاقة الفيسكاليتي يعني الضرائب، ولا في أي شيء. إذن لماذا هؤلاء الناس لا يترشحون؟ هم شو يطلبوا 10,000 دينار، أوكي الناس هذه قادرين عليها ربما، ويطلبوا تزكية شوية متاع النواب، هذه هكا تقوم بها الأحزاب اللي مرشحين الجديين، والأخرين المزكين ثم
خمسة ستة سبعة ينجموا يلموا تزكيات حسب الشعبية تبعهم والإمكانيات وكذا، وثم الآخرين يجوا يقدموا ملفات هكذا. هي هذا الجانب أخ، هذا جانب فيك تقول أنت لأن التنظيم سيء ولذلك المتقدمون كثيرون. ثم جانب آخر هو مسرحي وهو جيد مرات للديمقراطية، أنه هالصورة هذه تعطي فكرة أخرى على تونس في الخارج، وأنه اللي جاي من محطة الترين ونجم يترشح، وأنه كذا، وأنه المسرحي أو الفنان أو المثقف نجم يترشح، وأنه الغني والفقير نجم يترشح. الفكرة جيدة، هذه استعملت في التسويق للديمقراطيات المزركشة، واستعملت في إفريقيا واستعملت في غير إفريقيا. وأنا قبلك قلت لك عن شيكوتوري في غينيا، بعدين تمت انتخابات وتقدم 126 واحد، وفي السنغال تقدم 102، وفي كل وحتى في الجزائر تقدموا برشا في فترة من فترات، فهمت؟ ولذلك ولكن بعدين ستخف، والديمقراطية عندما تأسس نفسها تأسس نفسها على مراحل، والجدية هي اللي يبقى اللي تبقى في النهاية، ولا يبقى في الواد إلا الحجر الصلب، حجر الصوان، هؤلاء كلهم سيمضون، هذو كلهم حجر الطوب. كيف حاملين الجنسيات الأجنبية؟ حاملين الجنسية الأجنبية، هم كشفوا عن حجر، يعني هم تعروا ونزعوا ملابسهم وقالوا ها ها نحن رانا حيطان من الطوب، يعني عيب عليكم أنكم فكرتوا أنه إحنا نحميكم، يعني نحميكم بجنسيات أجنبية، احنا رانا جدران من الطوب، احنا نريد ان نبني جدران من الاسمنت المسلح ومن الصوان ومن الجبال، من حجر الجبال لكي نحمي هذه البلاد. صافي سعيد، كنت من بين 26 مرشح الذين تم قبولهم نهائيا للمنافسة على منصب رئاسة الجمهورية في شهر سبتمبر القادم، من بين المرشحين لهذا المنصب من تعتبره منافسا قويا لك؟ لا ما نقول شيء، هذا الموضوع ده ما نجيش نحكي فيه لأنه ما زلت أولا ما زلنا كلنا ما تقدمناش، وما زالت الحملة ما بدتش، أوكي أنا أرى في نفسي أني أنا قادر على هذا السباق. يوم اللي أشعر بروحي أنه أنا غير قادر ممكن أنسحب، ولكنني لن أنسحب لأنه أنا أرى في الجميع يعني تم تكافى على الأقل من ناحية الحجم والوزن في تكافئ، لا تغريك ولا تخذلك هذه الأحزاب الكبيرة، أحزاب الأوراق والمطبوعات والأوتيلات، الأحزاب لا تؤسس في الأوتيلات، فهمت؟ وفي القاعات المبردة والمكيفة وكذا، مش هذه أحزاب، هذه مجموعات بيروقراطية، ذئاب بيروقراطيون. البيروقراطية التونسية هي اللي تحكم، تحب ترد لك زعيم في 24 ساعة يصنعوه، ويحبوا يردوا حزب في 24 ساعة يصنعوه، رئيس حكومة 3 سنوات حكم، الإنجاز الوحيد عمل فيه حزب وحزب كرتوني، انتظري قليلا من الوقت فقط. من تعتبره على الأقل قادر على بلوغ الدور الثاني من بين المرشحين؟ لما لا، انتهينا خلاص. صافي سعيد، ما الذي يميزك عن غيرهم من المرشحين ويجعل الشعب التونسي يختارك يوم التصويت؟ والله أنا عندي برنامج، ومش برنامج بالكلام، لأنه البرامج مش فقط شوية كلام، برامج هي خط استراتيجي، رؤية استراتيجية عميقة ومتكاملة. أنا هذا عندي برنامج سيكشفه الناس في الحين وبالتدرج، وأنه هو مش 10 صفحات ولا 4 صفحات، 500 صفحة كتاب فيه دراسة عن تونس الحالية وتونس المستقبلية بكل مؤسساتها وبكل مركباتها من تعليم ومن صحة ومن زراعة ومن كذا. عندي هذا البرنامج سنحكي فيه فيما بعد، فهمت؟ واللي يحب يطلع عليه، هذا سيلخص لعموم الناس لعموم الشعب، سيلخص في بضعة صفحات ولا في 3 أو 4 صفحات كما يفعل الجميع. لكن أنا عندي برنامج، أنا أتحداهم كلهم اللي عنده برنامج كبرنامجي. أنا صاحب رؤية، أنا مفكر، أنا كتبي تدرس في جامعات وعندي مئات الطلاب واخذين دكتوراه على كتبي. أنا مفكر، أنا ما نقارنش نفسي بهم، قد هم عندهم فلوس كثير وعندهم كذا أكثر مني وكذا، لكن أنا دائما أسعى إلى فرصة، وفرصة من أجل التغيير، وعندما أصل لهذه الفرصة سأغير
تونس سأغير، سأغير تونس وأجعل منها بلد متقدم على رأس القارة الإفريقية، وكما في موقعها الجغرافي الحالي. تونس لا ينقصها شيء لكي تتقدم، وتتقدم بسرعة، وعندنا تجارب في إفريقيا وفي آسيا. احنا قاعدين يمططولي في الزمن، زمن انتقالي راح يرده لنا عمر، انتقالي اسمه تجريبي، لازم يغلق عليه قوس 4-5 سنوات. ماناش امبراطورية، احنا ماناش اليابان وماناش اسبانيا وماناش اي شيء، وماناش جنوب افريقيا وماناش حتى المغرب. تمطيط الزمن هذه صناعة الفاشلين. لن نمطط الزمن، الثورة الحقيقية هي تكثيف الزمن والسرعة والذهاب إلى هدفك بسرعة، هذه الثورة الحقيقية. شكرا. صافي سعيد، وأنت مرشح لمنصب رئيسة الجمهورية، كيف ترى أن السياسة الخارجية لتونس مع ليبيا يجب أن تكون؟ خلاص انتهينا، قلت لك شكرا. واضح. تو نحكي على المغرب العربي في مرحلة أخرى، ونحكي على ليبيا والجزائر والمغرب، ونحكي على الاتحاد الأوروبي، ونحكي على آسيا، ونحكي على أفريقيا، ونحكي على كل المحاور، وستأتي فرصة لكينتي ولغيرك ولمؤسسات أخرى عالمية، وسنتحدث عن كل شيء. واضح. احنا اليوم أعطينا هالشوية لكم، أشكركم، إن شاء الله أوصل هالفيديو للناس، إن شاء الله يوصل هكا حي ونابض وبدون تزويق وبدون كذا اللي هو على المباشر، يعني هو على المباشر، هذا قصدي. في الختام فقط أستاذ صافي، كيف تعرف نفسك للشعب؟ والله عرفت نفسي في الجملة السابقة. وما هي الرسالة التي توجهها لهم؟ أنا رسالتي نوجهها لهم أننا نقول نحن هنا ومن أجل التغيير، وأقول للشعب التونسي إلى الأمام، لا تخاف، لا تتثائبوا، لا تمقتوا أنفسكم، لا، فقط اتحدوا، نحن هنا متحدون ومستقلون ومن أجل الوطن والسيادة. مرحبا بك على تلفزيون أمريكا. شكرا.